علي. صباحو. صباحو يا سيدنا. ايوه 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 هو ده. استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح. يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قبل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشوط. تبقى ايه وشك كده يا سلية؟ عايز ايه علي على الصبح؟ بقى الفلس تتكولي. اهلا. اهلا. شفتها فادت تنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ تأخر يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ تكفوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حضرة الظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركبي يا استبكول. يوه الله. عسلية. انا ده بركبها في ميكروباص. لا اله الا الله. هو انت هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي. ابو راشد. يلا. انجز. انت بس تبنوك. سلام. سلام. عراسة. مجريتها عندي. عراسة. خلاص استدلاك. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص استدلاك تحت امرك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتا. يا وحشني الوتر. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان طول، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. لا الله، ابن عمك واقف. هي شقاوه وقله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما استغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك فيك. مات. انا على لحم دماغي من الصبح. بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه. عمر. احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وقلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه تبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول لي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو الو الو. كان اي سبيك تو سوات؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه.
مش فاهمة حاجة منه خالص. ألو؟ هلو؟ يس سير. I want to speak to Soha, please. No, madam not here. When she's going to be back? She will be at home after 2 hours. Okay, can you tell her that I phoned her? Who's speaking, please? It's Mr. Joe. Mr. Joe? Who are you? This is Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want a blue formal suit. Hard. أنهي blue for you. عند 101. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك. لا يا ابني كان الله في عونك. كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه كلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نتجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول. هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل. منك بس راضي عني، والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معاهم بقى، لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه، ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم. مش هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء؟ انت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طبعا. ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيه. ماشي يلا مع السلامه. ايه؟ انت خارج؟ وانت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. اه مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. وهتجيبها لي امتى؟ تظهر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. تعرف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده. خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجة قبل ما أمشي؟ لا يا حبيبتي. فيكي إيه من دول؟ متغيرة كده و... فيكي حاجة؟ Are you in love؟ لا love إيه بس؟ مفيش الكلام ده. أنت هتتكسفي ولا إيه؟ وبعدين حتى لو you're in love مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. إيه؟ إيه glowing دي؟ أنا بقالي 5 سنين هنا أول مرة أسمعها. Glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. مالمة؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بص حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه، والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب روحي هاتيلي المحفظه. اتفضلي. ثانك يو. خدي دول. ايه دول يا هانم؟ دول كده مني علشان انا I love people who are in love. شكرا يا هانم، والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه؟ Our life is short. اوكي؟
هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير، بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه. اوكي؟ حاضر حاضر امسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، شوفك بكرة. جود نايت. ايه سلامته الوحش؟ اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعنه. وبعدين بقى فيله القيمه دي؟ ربنا يستر علينا، انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مطوطه في النجاسه قوامطه. تسلم لايدك يا بيه. عسل شكرا. تحب شطه؟ ها لا انا من غير شطه. بس بقى ست زي ما بقول لك، انا راجل كسيب وصنعتي مكفي واقدر منها افتح بيت. طب وانا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، انا عايز اعيش معاك. تعيش معايا ازاي يعني؟ عايش معاك ازاي ايه؟ عايزك حلال يا بنت. ايه كده السكوت علامه الرضا؟ حسن في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الاول. انا عايشه مع فتون اختي الكبيره ولوحدينا، زي ما انت عارف انا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس انا معايا اعداديه. تعرف ان انا كنت جايبه مجموع 98 وكنت الاولى على المنطقه كلها. كان نفسي ابقى دكتوره، دكتوره كبد عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمه. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. اصل مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها. تتجوزيني ولا لا؟ حسن في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك يا حسن؟ انا والله العظيم عمري ما عملت الغلط، بس فتون انا ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. وانت بتاعتي هتشوفي. ايه ده؟ يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا والله خطوه عزيزه يا باشا. يا صفو شيء معايا عظمه دي؟ اه انا بقى كان على هناك. اي يا بنت انت حاسبه يا بنت؟ يا عميه يلا غوري.
والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. الله 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 الله. انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اتنين ليمون. ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده. ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوكه والكهن اللي انتي فيه ده. ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ لكن هيسامحك انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها، وكل شوية راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال. انت قليلة الأدب يا فتحية. انا قليلة الأدب يا فتحية. علي ما تصحى يا راجل. يا خرابي، ده انت مش نايم، انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي، في خناقة بره. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسلية بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود. ايه عسلية؟ حاسي انت بقى، انت ايه موتيها ولا ايه؟ بس ده كهن النسوان اللي عندك. يا ميدو البت ده كهن النسوان. ما عملتش اسم بنتي يا مختار الوحيد. اوعي يا ولد، اوعي يا كهن النسوان. خلاص يا ملعوب، خلاص. جري يا علي قرون. تعالى علي قرون اللي بناها كلها تعرف مقامه ومحدش يقف قدامه، واللي يشوف حاجة يجي وانا اوريه مقامه. من النهاردة فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا. المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتسفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 هو يلا. راشد الحكومه قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا اسمر قوه. اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجه، حدش له كلمه. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك مبروك على ايه؟ على الجرسه؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بنت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد وملكش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. ازيك يا متولي؟ ازيك يا متولي؟ طيب؟ مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. امر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل، وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. حسام المهداوي المحامي، ألف سلامة. بقول لك إيه؟ ما تيجي بره الياسر يتكلم كلمتين. كلام إيه؟ أنا ما عنديش كلام. لا. أنا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس. معلش تعالى اجمع. ألف سلامة. معلش إيه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي.
خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خد سيجار. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش مستعمل مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده عيال عوق ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامه. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. الحمد لله على سلامتك. ده شيطان. تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامه. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفه ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله. بس أنتِ زي القمر. يا سلام، عرفت إني راجل يا طيب إنها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت. وانا ربنا اخذ مني نعمه النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاه؟ تعالى يلا. لا مؤاخذه، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوه انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج؟ خلاص كده منلاقي احبابه؟ ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا هيخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يا ابو. اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما تقلقيش، أصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضة علينا وحاجات تانية إحنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات أنت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يابا. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ آه، أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة بس تعالى لناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. أعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي. والنبي. أو ربنا. أبو هناء معزوم. معزوم؟ أنت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات. وماله؟ خلينا أب فرش، خليها تقلب دماغها. لا وأمانة ربنا كمان أبو هناء عم الجدعنة. كمان. مساء الخير عليك. مساء
النور والجمال والهنا. واحنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه، اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختي خلاص. لما يبقى يحصل يا علي. يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بذوق اللي ايه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. الا قول لي يا علي، وانت صحيح لقيت شغل زي مفتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات، وتعالي نشوف هنرتب ايه فرح اختك. ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ وانت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل. راجل كسيب. مش بلطجي. يا نهار ابيض، طلعت حرقة قوي يا جدعان، شكلها هي الونش مش انا. يا عم ايه ده، انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا؟ مديك 100 والناس شهاده، انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بيت انت؟ شوف النصب. خلاص يا استاذ، خلاص يا بيه، خلاص يا بيه، خلاص يا باشا. هات الناس وغيروا الصنف بقى واستنضفوا. هات الناس صغار عندك. حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زي. لمين؟ لواحد. حبيبي؟ لا حبيبي إيه، ده خطيبي. ها تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة إشمعنى؟ عايزة أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي.
قبل التلات ايام يوم 18. انت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده لسه هتقرا؟ ايوه تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ لا دي معرفهاش، معلش عدي لي دي. اسمعي الكلام، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هساله. اسالوش ليه؟ الو الو، عامله ايه؟ انا كويسه. خدي يا حاج، خدي على السلم. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش. يا بنت قلت لك اهو روحي بقى. بقول لك ايه، هسالك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين، ماشي؟ انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول. قول لي بس. لا خلاص خلاص خلاص. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي، قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن، يا سلام، الله اكبر، ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي، انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهديه بيها. اتفرجي بقى. سلام. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت، انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعه يا بنت. لا ماشي حبيبتي، الف مبروك، الف الف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى، الخاتم ده فيه حجر كريم بيألف مني الأحباب لغاية الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي، بس صنعته متكلفة. كل بلد وليها شيء، إلا ملوع على وليها سلطان. اهدينا والمعلم راسي من جوه، صلح التعامل الليلة. Yeah.
حسن، هعرفك على اختي فتون. يا فتون تعالى يا علي. علي جوز اختي الحسن. تعالى يا بابا تعالى. ايه علي يا فتون؟ تعالي الحسن يا فتون. فتون اختي. اهلا يا اخويا. يا حبيبتي مالوش في الكلام ده، هتقعد شوية كده وكنت شغل كده. قلت لك مالوش في الكلام ده، هو جاي يبارك ويمشي على طول. يبارك فيك. يلا يا حسن تعالى تعالى. سيبني ركز معايا يا هاني. ربنا يحرمك يا حسن، ما تتصورش انا مبسوطه قد ايه بمجيتك دي. بقول لك ايه؟ مين الواد الرشاش اللي كان بيرقص جوه ده؟ ده عيل مبرش ملوش اي لازمه، تلاقيه مش داري باللي بيعمله، يبقى ابن عم العريس. والغل اللي كان في عينه ده وسنب ورشاشات، الواد حاش نفسه عني بالعافيه. ده كل اللي في الفرح مدهنين. انا كنت عايزه استاذنك اروح ابات بره النهارده عند ام ميزو، يعني عشان اسيب العرسان بنت الدخله وكده. انا تكره ولا عايزه حاجه؟ لا مع الف سنه. ايه ايه؟ لا عايزه حاجه طبعا. افتكرت انا جبت لك ده هديه. حلو؟ ما ينفعش تجيبي حاجه ما تعجبنيش. يعني حلو من الاخر؟ ده بقى ما يتقلعش من ايدك خالص، مفهوم؟ لا عايزه سلامتك. محمد رسول الله. استنى تليفون. مع الف سلامه. استنى تليفونك يا حسن. قاعد كده ليه يا حاج؟ مستنيك يا حبيبي. مش برد عليك كده؟ خش غير وجهي. تعالى يا الحسن. مالك يا حبيبي؟ تعبان يا حاج، مش مبسوط. ليه؟ احكي لي. انت عارف ابنك يا حاج عمر ما كان بتاع مشاكل، ولا عمري اذيت حد ولا جيت على حد. انت دايما مربيني على كده من اول يوم. بس انا شفت في فرح اهل عسليه النهارده وجع قلبي. الناس دي مش شبهنا يا حاج، مش شبهنا والله. وعسليه، عسليه اللي وعدتها وربطتها بيك. شوف يا الحسن، في حاجات في الدنيا العقل لازم يسوقها، وحكمك عليها لازم يبقى بالتفكير. وانت ما شاء الله عقلك يوزن بلد. نيجي بقى للي انت فيه دلوقتي. لما قلبك يحرن على عقلك تعمل ايه يا الحسن؟ تعمل اللي يمليه عليك ضميرك يا ابني وانت مستريح. صعب تعمل يا الحسن. الله يخليك يا يابا. بس بسم الله ما شاء الله، الواد ايه زي البدر وشكله كده طيب وابن حلال. الحسن، الحسن ده ملاك نازل من السما. بس ربنا يستر يا مميزو تكمل على خير. الله ان شاء الله يا اختي تكمل على خير. ايه قلقانه من ايه؟ اصل بقالي فتره كده بحلم احلام غريبه، بصحى من النوم مرعوبه يا مميزو. انا مش فاهمه الرجيم. تعالي تعالي حطي جنبي كده وتفتحي الشمال واحكيلي مني شفتي ايه. مره شفت حد بيقص لي شعري، وشي اسناني بتقع، وشي وشي اسود. ده انا ساعات بصحى من النوم مش قادره اخد نفسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحيه الشمال. هو معناته ايه ده يا مميزو؟ عندك تفسير للاحلام دي؟ خير ان شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي. اشربي اشربي. انا مش قادره اشرب حاجه. امسكي، انا تعبانه قوي.
انا ما تفسحي شويه يا اختي كده واخده السرير كله يا معروف، واحنا تعبانه ما ارتحتش طول النهار عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك، يبارك في عمرك ربنا. عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض، انا قابلته على السلاله. مبروك يا علي. بارك فيك يا سيدي. سيد الرجاله راشد. صباحين برك يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجه. مستعجل يا جدع. انا مش هعمل حاجه لحد، انا عروسه. خش اعمل لنفسك. اعملي لنا شاي تونه. طب جاملني يا اخي، ده النهارده صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. انت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راجل. دي بقت حاجه تقرف. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. ايه يا مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك قامتني. تاخد كم معلقة سكر يا راشد؟ معلقة. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقة. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضية بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعلي. مالك محروقة كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رأيك. الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. أختك الكبيرة وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لاتجوزوا من بره بره. أصل أنا مش مزنوقة لحد. قلت إيه يا فتون؟ خلاص خلاص. الأسبوع الجاي. مبسوطة؟ أنا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي انت بتقوليه ده. انا اخر مره اتكلمت معاكي في الحوار ده قلت لي تعيديه وتزيدي فيه تاني. يا ست انا حر، انا حر اعمل اللي انا عايز اعمله. ايه ده، انت بتاخدي كوك؟ مش هينفع كوك؟ يا ريت يا ابني، هو حد لاقي كده؟ كوك ده انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه. بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى تاني دي هروين يعني. بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب، ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه. حتى انزل انت دي بقى لها 10 سنين والست تمام، هي مفيش اي حاجه. سلام سلام. انت ده ايه بوجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي، غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه، انا مش حامل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح، ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا لا لا، ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20,000 واخر زواج و22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي. يو كل حاجه قفش، كل حاجه قفش. خدي هنا رايحه فين؟ انا رايحه. بتوعي؟ انا رايحه؟ طب بعد الجواز في شغل كمان على فكره. لا والله، لا انا هشتغل ومش هسيب الشغل. مش هتشتغل؟ لا هشتغل، انا بشتغل من وانا صغيره ومش هيحصل. طب انت عارفه انا مش عايز تشتغلي ليه؟ ما يهمنيش، قعدني. يا بنت عشان بغير عليك. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام، فرقت يعني؟ اه طبعا، تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8000 جنيه شبكة، ونجيب شوية أجهزة، ونظبط أوضة النوم، ونروق الشقة والدنيا تبقى. 8000 جنيه شبكة ليه؟ ده كتير طبعًا، هما دبلة وبيشتروا سلسلة صيني وبس، هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده أنت تستاهلي وزنك ده، ما تلبسي دهب زي بقية الناس.
بص يا حسن، انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكه بكام ولا عفش بكام، تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحه وزغروتين وخلصنا. ماشي. عايزه حاجه تاني؟ عايزه كولا. عايزه كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزه نتجوز بسرعه يا حسن، عايزه ابقى جنبك. يا لهوي يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معاك. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. اكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكلي؟ ما تقومي تجهزي. ما تقومي يا علي. خد يا اخويا. خد. مال؟ حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو انك واقعه في غرام حبيب القلب ومش صربعه. الصربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي، اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده، سؤال نفسي اسالهولك. هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي، خدامه من ابو بلاش يعني؟ انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربيه. أنا هخش أجهز ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. مساء معلم. فين راشد؟ راشد قال يبوظ علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهاردة. لا ربنا. ربنا خش له. ولا والعصفورة اتقلت منك يا حلو. خش أغنية جوه بدل ما تعوري. راشد. ده بجد. ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ راش الكلام صحيح. قوم يا راش، مفيش نتايج تستاهل وربنا. عسلية تستاهل يا عم. مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد. قوم يا راشد، خلاص البيت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم. سيبني اونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلب عليك يا صاحبي. قوم يا راشد. سيبني اونش دلوقتي. خلي عينك عليها يا عوض. تمام. ولا الضالين. آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه؟ هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل، تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السخ. وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقيها هي اللي عايزة كده أساساً. وماله؟ خير البر عاجله. واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم؟ وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن. وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بعد الشقه. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 رايح فين بس يا راشد؟
عشان بلبع لك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك، احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع ورك يا راح فين بس يا راشد؟ اه على وسخ. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد، يلا يا ابني من هنا لعورك. انت تقف تحب هنا؟ يلا ده حاره وسخه صحيح. سيبوها يا بس جوه. يا مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه، عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. الباقي سبع يا علي؟ كتير. حبيبك عيسى معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطه عمر يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده يا علي؟ روي. سلام يا روي. سلام يا علي. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ اقعد. شوكولاته؟ لا. عسل ايه؟ دي اختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. طب ما انا قلت لك شوكولاته. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك؟ هتوهم. لو سمحت مكتب وكيل النيابة منين؟ قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليا. استنى انا. يلا اخويا. انا لسه كان شادي يا فدون. ايوه يا اختي ايوه. ودك في داهيه يا فدون. الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح، تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي. اروح فين؟ اوعى تمس.
بقفل تليفونك. يا سلام. الحقني يا راشد، فتونوا علي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ لو التليفون اللي جالنا خلاها ننظف المطرح كنا زماننا اتلطينا. ماشي. راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط يا حاجة. يا ابو هناء، يا ابو هناء، بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا قايل لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني اشتريها انا. الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل، وابن عمك طلع عجله. تمام. اقعد يا وينش. خد على خطه. سلامة خطوة. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسليه، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون علي عامله. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابه بولاء اخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابه ما لم تكن مطلوبه على ذمه قضايا اخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي اسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمه تحقيقات على ان يراعى التجديد في المعاد. يا اختي بس من الاس. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء؟ ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر، هيضيع لي الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده. قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتوتر. حاضر، روح معاها الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجي لك الاسم. انت ماشيه ليه بقى؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجي لك على طول. همشيك معاك اهو، ماشيين معاك. شد حيلك يا حاج جميل، ماشي على اللي خلقه يا ابني لوحدي. انت
تقلقش عندي خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله، استهدي بالله عما جميل واحتسبه عند ربنا في الجنة. محتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه، الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه، بس الحسن فين؟ لا إله إلا الله، وحيد الله. بس الحسن فين؟ أنت ماشي في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري يا عسلي. خارجه. يعني رايحه فين؟ رجلي نملت، قلت انزل امشيهم شويه. المنظر ده واللبس اللي عليكي ده، فين الروج الموف؟ صدقني انك ما عندكيش دم، انت مش حاسه باللي احنا فيه؟ ما ترد عليا، انا بكلمك. انت عايزه مني ايه يا عسليه؟ عايزه اعرف انت رايحه فين كده؟ راح اجيب نيله فلوس من غنوه. هي غنوه يتحط لها المكياج ده كله؟ يتحط لها مكياج. بكره معاد زياره علي، عايزه اجيب له حاجات كتير، وعايزه ادفع عربون المحامي. وبعدين التلاجه اللي بتلقه جوه دي فاضيه، هناكل ايه؟ هناكل انا وانتي طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكره هنزل الشغل، اقعدي انتي يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قوليلي. سابني ومشي يا عسليه، سابني لوحدي ومشي يا عسليه. الله يرحمه يا رب، سابنا كلنا. سابني ومشي يا عسليه. انا كنت متاكد ان انا حموت قبل منه، بس امر الله، امر الله. وسابني لوحدي، مش عاوز اكمل في الدنيا من غيره يا عسليه. هو مش في ايدينا، يا ريته كان بايدينا يابا. الحسن ده كان احلى حاجه حصلت لي في حياتي كلها. مش عايز حاجه اعملها لك يابا. كتر خيرك، هتعملي لي ايه يا بنتي؟ هو اللي كان بيعمل لي كل حاجه، ياكلني ويشربني ويلبسني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبرني اتجوزته زي ما انا حاسبه نفسي، والله اللي عمل لك كل اللي انت عايزه. كتر خيرك يا بنتي. لا بالحق يا ما، مفيش حاجه عن اللي عمله العمله السودا دي. مفيش يا بنتي،
بيقولوا قتلوه علشان موبايل بألف جنيه منهم لله. حسبي الله ونعم الوكيل. الوكيل سابني ومشي، سابني لوحدي، سابني لوحدي. الله يرحمك يا حسن. سابني ومشي ابني حبيبي، سابني ومشي. الله يرحمك. ماشي نفسك كده يا ولد. يا حامد. لا وايه، وهو اسلم ما رضيش وقال له ربنا لو جه هيموته في حته ولا على حته. اتفضل في باب البارع على مصر الشرقيه هنا. والله يا صاحبي ايه؟ الحق صاحبك شوف رقم العربيه مع مين. وبعدين اللي معاه محسن ما. الله 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 الواد الفرفور ده. خبطني ليه يا سيدي؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني والله. وعورتني. طب بس حاسب المطوه ده لما جيتش جنبك. نازل ايدك يا. طيب 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 خلاص اهدى بس. نازل ايدك. طب اهدى بس اهدى. طيب اهدى. البنت اللي كانت جنبك دي انا ما كانش جنبي بنات. اسال السؤال مره كمان، عيال حرام من دي لو ما ردتش عليا العوره. اقول لك اقول لك اقول لك دي بنت شر جايبها من الدقه والله العظيم. هي اللي جايباني هنا، هي اللي جابتني والله العظيم. طب انت رياض. حاضر لو شفتك تاني بولا علي يا حرام ازعلك. حاضر هزعلك. حاضر يلا سيد. اخلع ده فضلي انت من هنا يا واد. اخلع يا واد. اخلع ده فضفور. كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرايه يا بنت قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عند غنوه وسالتها في قرشين وادتني 1000 جنيه. انت اللي دايما بتظني فيا الثواب. يلا يا حبيبتي قولي معايا، ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنت. كلي ان شاء الله ما اكلتي. النبي تقولي يا استاذ الحكايه دي هترسى على ايه؟ انا شاطر قوي يعني انك سبع سنين يعني. يا نهار اسود. لو شيخ المحامين ما يجيبش اقل من كده. ده اعتراف. انا باخد 6000 جنيه وعشانك علي هاخد 4 بس. ماشي ماشي. هما يومين هديك نص الفلوس بس انت امشي في شغلك زي ما انت. احنا هنتكلم في انها اول سابت مخدرات وانه اتضحك عليه. غير كده مفيش. حياك عليا يا فطور. ما ظبطتش معايا. تبقى زي الفل. ان شاء الله. قول يا اخويا. ان شاء الله. انا عايز اعيش معاك. ايه عايش معاك يا بيه؟ كنت عايزك تبقي حلال. ايه؟ بس كنت علامة الرضا ولا ايه؟ هنجيب ب 8000 جنيه شبكة، هنجيب شوية أجهزة، ونظبط أوضة النوم، ونروق الشقة والدنيا تبقى تمام. راشد مين؟ أنا ونش. عايز يا ونش دواته؟ عايز. في ايه؟ مؤاخذة. ولا يهمك. مرات علي فتون؟ اه مالها؟
صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي، هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. شفتها نازله على اول منطقه من عربيه فخمه. سبتها. دخلت على الواد ثبته، كان هيتصاير ميه، عيل فرفور. سالته تعرفها منين يا؟ قال لي ان هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطه يا رشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي ايه؟ خلاص خلاص، روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف، تشكر يا ونش. تطرمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجة يا ونش، خلاص أنا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعة الشمال؟ صاحبها خضرا. عارف اسود يا فتون. ده أنا هطربقها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولسان. أنت اتخبلت يا راشد ولا إيه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين أقلام. كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي ايه؟ هي دي الامانه اللي سابها لك علي؟ هو ايه؟ خدوهم بالصوت. الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي اذا زودت كلمه كمان. لبش بشبي ده انزل على دماغك اقطعك حتت. الله، قلت لك اني كنت مع فتحي ابن خالد غنوه صاحبتي. كنا في كافي في الدوق استريح. غور بقى من وش الحسن، انا مش طايقاه. بقول لك ايه يا حلوه؟ عندك تبنى الى الله يا اخوي. ربنا يدينها عليكي نعمه. انا بقيت ست متجوزه وما يصحش حد يدخل اوضتي. طب شوفي يا ست متجوزه، علي جوزك محبوس، يعني انت واختك امانه في رقبتي، اعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا، انت جبتي فلوس المحامي منين؟ استلفته. فتون، هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده، ما كنت دفعت انت المحامي. انا عارف اني مش هاخد منك حق ولا باطل. وانت اساسا مالكش حق عندي. طب هي كلمه مالهاش تاني يا فتون. لو عرفت انك ماشي قوي تاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راشد؟ بهددك. شرف ابن عمي يسوى الدم. عشان هي اختك مبطوطه بيك ودي هتبقى مراتي، وده اخر الكلام. سلام. غرف دهية جدك القرف. مش عايز اسمع ولا كلمه، انا مش ناقصاكي. يعني اشوفك رايحه في دهية يا فتون واسكت ما تكلمش؟ يعني على قوي ده بيت. لا يا اختي اتكلمي، وماله؟ أدبيني، قولي الكلمتين اللي واقفين جوه زورك. يا فتون اسمعي كلامي ولمي الدور. راشد شراني وما بيرميش كلام في الهوا، وبعدين عنده حق، انت مرات ابن عمه. وحياة ابوكي، راشد عنده حق. راشد بقى سيد الرجاله دلوقتي وجاي على هواكي. الله، مش انت اللي جايبه لنا البلوه دي لحد عندنا بجوازك من راي الكلب؟ يا فتون ابوس ايدك، خلينا نعيش يومين زي الناس بدل الفضايح والمصايب اللي احنا فيها دي. المره اللي اسمها فتون دي واكله دماغي، هبل عليها. اوعى انت تعمل كده، راشد لو عارف هيزعلك. صورتها يا بتتشقلط. بس لو هناء لو هي لحواسه كده، طب ما انا اولى. اولى يا وقلت راشد كمان على كل اللي هي بتعمله. انت جننت ياض؟ بنت قطر. طب اوعى بقى تتزنق في المزلقه. صحيح راشد عايز شغل منك على الذمه، بس هو مقشفر. اه ماشي، بس بلغه ان اللي موجود الحلو. ملوش في الحلو، فهمه بس ان ده اللي موجود وزباينها عندي، ولو محتاج هيجي. انا عايزه يجي. يا اشمعنى؟ فتون يا تفوق لنفسك يا، ما تأذيش نفسك، اتجننت. على فين يا ستات؟ رايحة اكتوبر.
وانت رجعت الشغل تاني؟ اه رجعت الشغل. شفت العالي طمنت عليه؟ اسكتي يا اختي، خد 45 استمرار حبس. طب بقول لك ايه، انا عايز اتكلم معاك كلمتين قبل ما تروح الشغل. بعدين يا راشد لما برجع. ما تسيبها تروح شغلها وبعدين تبقى ترجع تتكلم معاك بالليل. مالكش فيه يا فتون. ونعمة عندك حق، ماليش فيه، دي بقت حاجة تقرف. شايفة عملية اختك؟ شايفة يا راشد، وقلت لها تسمع كلامك وتتلم. ربنا يكملك بعقلك يا ست الستات. طب بقول لك ايه؟ هم كلمتين، كلمتين بس، وبعد كده اعمل اللي انت عايزاه. انا مش شكلك يعني. هم كلمتين والله وبس. ماشي. أنا أشوف الكلمتين اللي عايز تقولهم لي دول. أنت محلقة النهاردة يعني. طب وإيه الجديد يعني؟ ما أنا عارفة من زمان إنك عايز تتجوزني. مش بقول لك قريني غلط، تعالي بس نقعد. عايز أتجوزك تخافيش. عايز أتجوزك حاجة وبحبك، وعايز أتجوزك حاجة تانية تفرق. بس انا دلوقتي مش فاضيه للكلام ده، انا يا دوب افوق من اللي انا فيه. يا ستي لو على المصاريف انا مستعد اصرف عليك انت واختك، وقلت لك الكلام ده قبل كده، حصل؟ اه حصل، بس انا مش موافقه انك تصرف عليا. يا ستي انت غاويه مرمطه في الشغل. ما انا بصراحه يا راشد انا ما اعرفش انت بتجيب فلوسك منين، وبعدين شغل النصب والحنجله ده ما ينفعش اسند عليه، فاهمني يا راشد؟ فاهمك. طب لو قلت لك عسليه والله العظيم ثلاثه ربنا تاب عليا، خلاص اتعرفت على واحد غني جدا وهيشغلني عنده سواق. مش انت عارفه ان انا معايا رخصه؟ كنت شغال على عربيه ابو ناهد. يا عسليه يا عسليه، انت اغلى حاجه عندي في الدنيا، وانا مستني اشاره بس منك، وانت اللي سايقه. لو لقيتيني رحت كده ولا كده قولي لي مع السلامه. فكري انت بس وقلبيها في دماغك. الجو حلو صح؟ ينفع كده عنك يا ملك؟ مفيش. ازيك؟ ازيك؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي اوصل ولا اقول لك البيت هنا شربك كوبايه شاي وسكره سنه. غير لك ايه يا ولاد؟ الله، انت اتخبلت شارب ايه على الصبح مبرجله؟ سامح الله، ده انا بقول لك بيت يعني ستره مش عربيه. علي النعمه من نعمه ربي، إذا ما تلميت لفرج عليك بولاء تمن. الله أفتو، وأنا غلطت ولا إيه؟ يا بنت ده أنا أولى من الغريب. تصدق أه، وأنت كمان أولى من الغريب. تاخد الشبشب ده. ارفع ورق الشبشب يا بنت. يا زبالة بتاعت العربيات يا شاطر. رأيي أنا ده أنت كنت بتشتغل دلدول عند علي جوز. اغسلي إيدك يا بنت. لا ما أنا مش عارف أعرقل ببلاش. يا أنا يا أنتي والسكك تجمعنا. وما يكونوش على مرض. نوريك بعد كده تمددك على واحد ست يا وين. خش يا حاج روح بيتك. طب بص الشياط امشي. خلي بالك على روحك يا ابنون، هنتقابل. الله في ايه يا يلا عليك يا ماما تجيب الهنا. خش جو. ازيك يا راشد؟ عشان بحبك هعمل معاك الصح. دول بالاجل كده يبقوا 5000 جنيه. تمام. ده بقى تبيعوا تذاكر ب 8 ونص. ايوه يعني بيبقى عامل ازاي يعني؟ تذكره يعني نص جرام، جرام الا ربع، حاجه كده تكيف اتنين. ماشي تمام. بتبقى زي كده. دي تباعها ب 120 جنيه، بالتليفون تلف وتدور ما تثبتش مطرح. عشان الحلوه ريحتها بتطلع بسرعه. طب انا الواد وينش كان قال لي ان انت هتدلني على سكه زباين. اه. في بنت اسمها منه بقالها يومين موحوحه على خط. هكلمها لك تقابلها بعد ساعه زمن. ويمكن تاخد منك نص الكميه كلها. لا. لو كده بقى يبقى على بركه الله. لا ده شايفه. منه. ها ها. انت تعرفي الديلر ده؟ اول مره اتعامل معاه. بس امان يعني ابو هناء هو اللي مديني رقم. اوكي استنى هو بيتصل. ايوه لا انا مستنياك في نفس الحته اللي احنا اتفقنا عليها. اه عربيه باجيرو لونها سيلفر. فضي فضي يعني. فين ده؟ انا مش شايفه.
شفتك شفتك يلا تعال سلام. جاي يوم اماني منا فيها كريم قلت لك امان بقى بتقلقش. كريم شكله غريب قوي بالوي. شكله غريب ايه؟ في ايه يا عم؟ صباحو يا راشد. اه ماشي صباح الفل. صباح الفل نتحرك من هنا عشان الدنيا هلا هلا. تصدقي كان عايز ياخدني معاه الشقة المعفن صوت الرجالة. يا نهار اسود نبيل. طب نعزل بقى من الحتة المعفنة دي ونقفل الباب ده خالص. اه يا فتون زي ما بقولك كده نمشي من هنا. انا اخلي الصرصار ده يخليني اسيب بيتي؟ اسكتي اسكتي. هو زي ما اتطول عليكي مرة هيتطول تاني وتالت. انا وحلت امي لاجري على حد يجيب رقبته. يا لهوي يا لهوي اروح منك فين بس يا فتون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا راشد شوف البلوى اللي احنا فيها. في ايه؟ ونش لطش فتون بالقلم في الشارع. نهار ابو اسود. ونش مين؟ ونش بتاعنا انت متاكده؟ اه وكان عايز يسحبها على البيت كمان وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغ شكله كان مبرشم. هو اطلع لها كده من باب للتاء ولطشها؟ مستحيل. اهو النعمه الشريفه ضربني بالقلم. ايوه انا هكذب يعني عيني عليا. ما انا جوزي في السجن ما عنديش راجل. ما الواد مسورك كنت نازله من العربيه يا فتون. هي قصه ما قلت لك ابن خال الغنوه صاحبتي. الله انت عايز مني ايه يا راشد؟ نتفق على ايه؟ انا دلوقتي لو نزلت قدام الحاره كلها وقلت البيت ده يخصني هقولي لي بعمرتي ايه؟ بعمرتي يعني ايه؟ بأمرت انك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في امر اكتر من كده؟ ما هو راشد برضو عنده حق يا فتون. انت لازم تلمي نفسك شويه بدل ما كلب تاني يتطول عليكي زي ما ونش عمل. الله 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 ده انتوا بقيتوا زي العصافير اهو بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمه ملهاش تاني. عسليه من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي وبعد كده نبقى نتفق على الجواز. ساعتها لا حد هيقرب لكم ولا حد هيتعرض لكم. حيلك حيلك انت جاي تصطاد في المايه العكره. هو ده وقته؟ هو ده وقته. ايوه يا اختي هو في وقت احسن من كده. انا موافق بس بشرط. شروطي تاخد لي حقي من الواد ده. وانت خلاص اتدبح. الشبكه هتبقى اتضايق عشان ما حدش من الناس ياكل وشنا. وسواء علي اتحبس او خرج بعد كده نبقى نتجوز. جرايم انك ليها. وانتوا خلاص شبكتوني جوزتوني وانا قاعده كده بتفرج عليكم؟ مفيش حاجه هتحصل الا بمزاجك. انا هنزل اربي الكلب ده. استنى يا راشد. ما تستناش يا راشد. يعني يموت الواد. تعالى يا راشد. يموته يا اختي ولا يوديه في 60 داهيه. هو كان ابن خالتنا. ولا اسلا سرق المكنه بتاعته. انت عارف ان هو بيركب مكنه شرطه. على حريم علي رؤيه يا ابن الكازمه. تضربني عشان البنت دي يا راشد. تعالى وحياه راشد لو جبت سيره اهل بيت علي تاني اللي هم اهل بيتي دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. انت فاكرني بهدتك يا؟ انت عارف انا ما قطعتش رقبتك ليه؟ عشان العش والملح وعشان انت كنت مبرشم ساعتها. كفايه عليك كده. اللي جايه مش هتبقى في وشك. سامعين؟ Thank you.
كابوس تاني يا عسلية. طب خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي شوية المية دول. طب بقول لك ايه، ما تقومي تلبسي عشان نلحق الموسكي بالليل. نبقى ننزل بالليل؟ ما ينفعش، احنا لازم نروح ونرجع قبل ما راشد يجيب الصنايعية. عندي مشوار مهم لازم اعمله الاول. وايه بقى ده المشوار المهم اللي اهم من انك تجيبي حاجتك؟ يا بنت ردي عليا. هما ساعتين، ساعتين هروحهم بعدين خديني مطرح ما انت عايزه. ماله يا اختي، لو مشوار مهم اجي معاكي. يا بنت ردي عليا عبريني. روحي مطرح ما انت عايزه يا ربي. اتفضل يا باشا. هنا اتفضل يا ست هانم. ايوه يا راشد يا مظبطنا. واو. اه بقول لكم ايه، انا قدم لي بتاع 10 15 يوم كده، فلو عايزين حاجه انا بعمل نفسي بزياده. ايه ده، انت مسافر ولا ايه؟ لا عبال عندك هتجوز. اوه مبروك يا راشد. الله يبارك فيك يا باشا. خد بقى يا راشد فلوسك اهي. تمام. مش هتعزمنا بقى على الفرح ولا ايه؟ يا سلام، ده انتوا تنوروا بورقه كلها. اي نعم احنا على قد حالنا، بس والله لو جيت اتشرف بيكم. قلت يا كريم باشا. اوكي هنيجي، بس امتى؟ ايوه كده، ايوه كده، والله عايش كل ليله ورا في السيما. لا ما انا متاكده. تعالى يا عم جميل، عامله لك شويه ليمون ساقعين هيعجبوك. تسلم ايديك يا عسليه. تصدقي انا من زمان ما شربتش ليمون. بقول لك ايه، هو ايه يا بنتي، ما حدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. ها مش انت برضو اللي هتتجوزيه ده يبقى قريبك، جارك يعني؟ لا هو قريب علي، جوز اختي اللي اتسجن. ما هي صوابعك مش زي بعضيها، يمكن يطلع احسن منه. ادعي لي يابا انا خايف. خايفه من ايه بس؟ مش عارفه، انا ساعه ما الحسن كان عايز يتجوزني كانت الفرحه مش سيعاني، وكنت عايزه اعرف الخلق كلهم اني فرحانه. خلاص بقى الله يرحمه. والنبي تدعي لي يابا. ادعي لك من قلبي يا بنتي، يبعد عني كل شر ويهديكي للطيب. اتكلي على الله، ربنا معاكي. كتر خيرك يا بنتي، ربنا معاكي. وش على حاجه عملتها وانا رافع شريط، يعني حق ربنا المفروض ما اتحاسبش. ده عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. الله، الراجل يتحاسب على اي حاجه يعملها حتى لو رافع السمه. قال وانا من جهتي مفيش حاجه في نفسي منك يا ونش. ده من جهتك انت. خلاص بقى. الله راشد عمنا، بوس راسك. الله يخص غايه، بس ما كانش ينفع يعني اللي عمله مع اخت المدام يعدي كده. ايه الاخبار الحلوه دي؟ من هتجوز عسليه كمان 10 ايام، انتوا معزومين طبعا. طبعا. ألف بارك. الله يبارك فيك يا عمنا، مش مبروك؟ مبروك يا راشد. طيب
نروح بقى، عندي كذا مشوار كده وابعد عليك عشان نظبط امورنا. وانا مستنيك. سلام يا عمنا. سلام. وربنا ما هسيبه غير لما اغوزه. اتك على الصبر، ده محتاج يتزق زقه يروح يونس ابن عمه، بس لما يسدد الحساب اللي عليه الاول. هنمشي منك يا معلم. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم علي إسماعيل شلبي وشهرته علي رومي بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. كنا عارفين يا فتون. 7 سنين هيقعدوا هوا. خلي بالك منهم يا راشد. مش كنت انت اللي تخلي بالك منهم؟ ما تقلقش، أنا خلاص هبقى قاعد معاهم. إزاي هتبقى قاعد معاهم؟ هتجوز عسلية. مبروك يا عسلية يا فتون. فتون خلي بالك من نفسك. علي خد بالك، ما تقطعوش الزيارة. راشد عيب عليك، ما تقطعنيش. علي ما تقلقش، ما تقلقش. علي حبيبي هيعدي هوا ان شاء الله. تعالى. فريدي وشي، انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بنتي، بنتي عسليه. انت يا بنتي انا بكلمك ردي عليا. انت بنتي انا شفت انا بتلك. خلي الليله دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطرده لك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوه هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه الحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنتوا سي ورثي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبارك فيكي يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. يا سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح، انا لازم امشي. كريم منى بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال، هي اسمها عسليه ولا سالي؟ عشان هما بيقولوا لها عسليه. طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك، حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي، مثلي
ما تسكتي بقى يا غن. الله، ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين؟ مش دعوه بيها، ما تتريقيش على اختي، فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش، وزي ما قلت لك بالظبط، انت تعوزي وهو ينفذ، حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها، فاهمه؟ يا اختي اهو جاي، يلا يا اختي يلا يلا. وبالمرة نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا، النبي امان عليك. البيت البيت العناية واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا، مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى، ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا اختون، فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسليه عسليه. تعالي تعالي خليفة، ليه مالك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟ الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، ما أنا بحس وبفهم برضو، مش زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك اوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمه. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية،
نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، انا مش وحش. عارفة انا دلوقتي اخش احضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان افضل طول عمري اقول لكل الناس ان في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. عشان انا اتجوزت احلى ست في الدنيا. عسلية لولوز لولوز اختك قلبها مفتحلها سلام ومفتحلها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقول لك ايه؟ نفضلها؟ لا ما صحش اسيب الباب كده. نفضلها ما تقف شوية. لازم نفتحلها. دي اللي يشوفك امبارح وانتي خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانتي منوره وزي القمر. بنت انتي كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انتي شايفه جمالها؟ ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انتي مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه. في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها. المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. وانت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟ معكش سجارة استباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ أنا بطلت خلاص. يا راجل ده أنت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. أنت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 الباكابورد اللي اتفتح ده. خد يا أختي السجارة اتفضل. أيوة كده رجالة ما تجيش إلا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقول لك ايه، ده اخرنا خلاص، مفيش منه تاني. انا هبطل. طب يا مبطل بقى، انا عايزه فلوس. اصلي قاعده عند غنوه يومين فمحتاجه فلوس. الله، طب ما ترجعي تقعدي في بيت يا سيدي. سيبها تقعد تغير جو يومين واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله، مش انت الذكر بتاعنا؟ ما تدفع كيشت. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون، لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص. وما بنت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر يا اخويا. شايفه شكمها ازاي؟ اه يا اخويا ذكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. استني لك يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم. 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. اصبر. خدي.
ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه؟ انا بس اتفقت مع عسلية ان انا هبطل بعد الجواز، بس دي يعني استبحت الصباحية بس. انا عارفة انك ممكن تغوي ابليس يا فتون، بس من هنا ورايح مالكيش دعوة براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعة؟ نستأذن احنا، يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين؟ اصب لكم الشاي. لا اصل انا يا اختي ماليش بالسهواكة اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهواكة واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبة قوي، بيجي لي حموضة. مبروك يا راشد، مبروك يا عسلية. الله يبارك فيكم، شرفتوا ونورتوا. مع السلامة يا اختي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات. النهارده نفس واحد، بكره سجاره، وبعد كده نرجع لقديم، واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح، انت عندك حق، احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول. وبعدين خلاص، ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي، حقك علي عشان خاطر حته صغيره، حته صغنطوط، حته صغنطوط. تلفون. شو تلفون؟ الو ماي دارلينج، ام سو هابي فور يو. مبروك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن، صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تركبك على فتوى ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself, huh? انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي حبيبتي. مع ألف سلامة. ربنا يخليكي. مع السلامة، مع السلامة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سوم باي ذا واي، اسمها عسلية. يس اي نو اسمها عسلية، شفت البطاقة بتاعتها؟ أنا اللي مشغلاها وأنا بقى سميتها سالي. البت دي شي هاز ا فيري فيري سترونج سبيريت. شي ان اكستروفرت. ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكرة لمحة جدا، شي از فيري فيري سمارت. ما عندهاش طول، فقيرة ومش متعلمة، بس لو ركزت معاها شاطرة جدا، هايلة. يا ماما ناس مختلفين تماما عننا. انا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت ايه؟ ثانية واحدة، كنت فين؟ كنت فرحها عسلية او سالي دي. انا عارف ان انت بتحبيها قوي وكنت لازم اروح واساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سون انت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص، حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف، عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقى لها سنين بتشتغل معانا وأنا بحبها، والبنت دي شاطرة وكويسة. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سوف. وانا في ناس مستنيني بصراحه. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوه معاك يا عم صلاح. قول يلا انت تعمل سياحه. امشي. شيش عم راشد؟ ايه. فين يا باشا؟ بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه؟ وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. ومان ريحتك فاح معاون وباح سالنا عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك. شكرا شكرا. حلوه يا باشا والله ما بشتغل في البودره، ما انت عارف. لا انا مش عارف، سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لم نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك ونموت فرحك اللي انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني لا ما لكنش.
انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك، واللي جاي مفهوش زعل كده، انا عداني العيب.